بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرجع إلى درسنا من هذا الكتاب المبارك فضل الإسلام للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. اقرأ حيث نبدأ اليوم، تابعوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. جيد. قول المؤلف وفيه، أي في هذا الباب، باب فضل الإسلام، تعليقا. هذا اللغة المحدثين، لغة العلماء، فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الاصطلاحات وهذه الأصول لكي يتمكن من فهم كلام أهل العلم. الفهم هذا لا بد لطالب العلم أن يتصلح بمعرفة أصول وقواعد التي وضعها العلماء، فإذا لم تتمكن من معرفة قواعدهم وأصولهم ولغاتهم تقرأ كلامهم بدون فهم. مثلا وفيه تعليقا، ما معنى تعليقا؟ تعليق عند العلماء هو حذف الإسناد. حذف ماذا؟ الإسناد، حيث يأتي ويقول قوله صلى الله عليه وسلم ويذكر حديث، أو قال رسول صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الإسناد. هذا كلام واضح ولا غير واضح؟ واضح. فهمنا؟ إذا ما معنى تعليقا؟ حذف ماذا؟ الإسناد. فهذا يوجد في صحيح البخاري، يوجد بعض الأحاديث تعليقا في صحيح ماذا؟ البخاري. لكن العلماء أجابوا، قالوا إذا جزم، استمعوا هنا يا أخوان، إذا جزم البخاري فاعلم أن هذا لا غبار عليه. ما معنى جزم؟ إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جزم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قوله صلى الله عليه وسلم، هذا جزم، هذا ماذا؟ جزم. إما أن تجده موصولا في كتابه كتاب آخر. هل أنتم تفهمون هذا أو أكتفي بالدرس وأمشي؟ ما معنى تعليقا؟ حذف الإسناد. فإذا حذف الإسناد وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، انظر عندنا هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا جزم ولا ما معنى جزم؟ ما معنى جزم؟ أي يقطع فيقول قال رسول صلى الله عليه وسلم، أو فيقول قوله صلى الله عليه وسلم، هذا جزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قطع. وأحيانا يأتي بصيغة التمريض، بصيغة ماذا؟ تضعيف، أي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول قيل عنه، هذا بصيغة ماذا؟ التمريض أو ماذا؟ التضعيف. فإذا حصل مثل هذا ينظر. وأما إذا جاء عند البخاري فجزم، فجاء بصيغة الجزم، الحمد لله، ستجد الحديث موصولا عنده في كتاب آخر أو في موضع آخر. فهمنا؟ ما معنى موصولا؟ حيث يذكر ماذا؟ الإسناد، بدون حذف ماذا؟ الإسناد. تفهموا؟
خوفا من التطويل سأكتفي بهذا القدر وننتقل. واضح يا أخوان؟ واضح ما معنى تعليقا؟ جيد. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة. فيه صفة محبة لله أنه يحب، أليس كذلك؟ أحب الدين إلى الله الحنفية، إذن الله يحب ويكره ويبغض ويسخط ويغضب، هذه صفة كما تليق بالله عز وجل. لا نؤول ولا نقول كيف يحب وكيف يغضب وكيف وكيف وكيف، لا تسأل، أنت سني اترك غيرك يسأل كيف، أما أنت يا دافع أنت سني لا تسأل كيف، كيف يغضب، كيف ينزل، كيف كيف كيف، لا، الكيف مجهول مجهول، والسؤال عنه بدعة. فأنت على ما ذكر عن إمام أحمد إمام مالك إمام دار الهجرة يقول في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قام أحد الحاضرين فقال: يا شيخ كيف استوى؟ كيف؟ قال: لا، الاستواء معلوم معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. قال: أخرجوه من المسجد، لا أرى إلا أنه صاحب هوى. الله عز وجل ينزل صح، لكن لا نسأل كيف ينزل، هذه طريقة أهل السنة، نؤمن كما وصف نفسه أو كما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نسأل كيف. فإن أخوان جيد، لا نقول كيف ينزل، لا، نحن نؤمن بأنه ينزل، لأنه هو الذي أخبرنا أنه ينزل، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، لكن هل ذكر لنا كيفية؟ لا، كيف حيث وقف القوم. فإن أخوان كيف حيث وقف القوم، قال أنه له يد، فبعض المؤولين جاء وقال: لا، ليس له يد، يده بمعنى قوة، قوة، قوة الله، يقولون يد الله أي قوة الله. لماذا؟ يقول: لو أثبتنا أن له يد شبهناه بالمخلوقين، أنا له لي يد ولك يد وللناس يد ولبقية الحيوانات يد، طيب كيف نثبت أن الله عز وجل له يد؟ فإذا أثبتنا أن له يد، إذن كأننا الآن شبهناه بالخلق، يفرون من هذا فوقعوا في شيء أشد من هذا، وهو نفي صفة الله عز وجل. نجيبهم فنقول: حتى المخلوقين، حتى الخلق صفاتهم تختلف، هل أذنك وأذن حمار واحد؟ إذن أثبتنا للحمار أذن وأثبتنا للإنسان أذن، لكن فيه تغاير، أليس كذلك؟ أذن حمار وأذن إنسان واحد، إذن لا يلزم أن يد الله عز وجل ويد المخلوق واحد، له يد ويده تختلف عن بقية الأيادي. هذا واضح يا أخوان؟ هذه طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله عز وجل. إذن الله يحب، كيف يحب يا دفع؟ تعرفه؟ تعرف كيف يحب؟ أنت لا تعرف. وهل تسأل عنه؟ لا تسأل. فإن هذا ينزل، نؤمن بأنه ماذا؟ ينزل في كل ليلة، لكن كيف ينزل؟ هل ندري؟ وهل نسأل عنه؟ لا، لا نسأل. إلى الله الحنفية، حنيف، الحنيف قال أهل العلم بمعناه المائل، مال عن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، هذا سمى الحنفية، وهذا الدين إبراهيم، ما كان إبراهيم يهودياً
ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. المائن مائن ها اجنكتا جلمبتو اي اجنكتا فموفن كبتو امانك التي ايانيا تنين الالا سامي بانيكا كون لفلسلام الله. نعم هذا كلام بالعربي جاي. الحنفية معروف معروف مالا الماء بمنع الحنيف مالا عن عبادة الأوثان ترك عبادة الأوثان ولجأ إلى الله عز وجل واستقام لعبادة الله هذا يسمى الحنيف. فهمنا جاي. السمحة من السماحة وهو اليسر والسهولة هذا الدين يسر والله يسر. مثلا نحن الآن في نهار رمضان واحد عرض له شيء في صدره حتى أغمي ثم صببنا عليه الماء ففاق وقام وهو في ضيق يتنفس حتى التنفس يكون عليه صعبة يشرب ولا ما يشرب؟ يشرب الحمد لله. لماذا؟ لأن ديننا يسر دين فيه سماحة. يشرب ولا ما يشرب؟ أو نقول لا يا أبدا أبدا أكمل أبدا تكمل بقية النهار تقتله ما تفعل لأن الدين ماذا؟ يسر. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل في الغابة لم يجد ما يأكل فوجد خنزيرا يأكل منها ولا ما يأكل؟ يأكل يأكل ما ينجيه من الموت والهلاك قدر ما ينجيه من الهلاك حتى يحفظ نفسه. هذا يدل على أن الدين هذا فيه فضل وفيه سماحة. إذن الدين يسر لا أحد يشدد من الناس من يشدد لا تشدد في دين الله عز وجل فدين الله يسر. فإن هذا ومن الناس خاصة اليوم الذين بعض الناس الذين ينتسبون إلى السلفية فترى بعضهم يشددون كما يصفون الناس يقول هؤلاء متشددون بعضهم عندهم شدة وبعض لا شك جيد. فإنسان يفر من هذا الدين يسر. لذلك قال إن الله يحب قال أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة. السمحة أي السهولة وماذا؟ واليسر. هذا الكلام واضح ولا غير واضح؟ هل في شيء غامض؟ الحمد لله. واصل يا أخي اقرأ. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتبسم النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذا أصابتها الريح فتهات عنها ورقها إلا تهاتت عنه ذنوبه كما تهات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا أثر عن أبي بن كعب وفيه فضل الإسلام وفيه ماذا؟ فضل الإسلام كما بوب المؤلف رحمه الله. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل. السبيل هنا الطريق الطريق فهمنا الطريق. عليكم بالسبيل والسنة أي أنصحكم بماذا؟ الطريق والسنة طريق القرآن طريق السنة. هذا كلام من؟ أبي بن كعب رضي الله عنه. عليكم أي أوصيكم بالسبيل
أي الطريق والسنة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم طريق القرآن وطريق السنة. فإنه ليس من عبد على سبيل أي على الطريق والسنة والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. فيه فضل ولا ما فيه فضل؟ فيه فضل. رجل على السنة وعلى الطريق فذكر الله عز وجل ففاضت أي ذرفت عيناه دموع تنزل من العين من ماذا؟ من ذكر الرحمن ومن ذكر الله عز وجل. فتمسه النار أي لا تمس هذا العين النار. هذا اقتبسه من الحديث، أخذه من الحديث، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا الرجل لن تمسه النار بإذن الله تبارك وتعالى. هذا فيه فضل وليس فيه فضل؟ فيه فضل عظيم للإسلام. لكن الشرط أن يكون على الطريق القرآن وأن يكون على الطريق سنة. لو وجدنا رجل صاحب هوى صاحب بدع متى ذكر القرآن بكى فبكاؤه صفر. لماذا؟ لأنه ليس على الطريق وليس على السنة. سبحان الله. أخوان اذكروا هذه النعمة التي أنعم الله علينا، وهي نعمة ماذا؟ التمسك بالسنة. فنحن لسنا بحاجة في أمور الدين ما خالف السنة، فكل ما خالف السنة نبذناه تركناه جانبا. هذا ليكن منهجنا جميعا، وإلا بكاء التصوف وبكاء مبتدع ما ينفع، ما ينفع، لأنه ليس على الطريق، ليس على ماذا؟ على السنة. ها؟ رافض بكاؤهم حسين يا حسين يا حسين، بكاؤه ماذا؟ كما يقول شيخنا الفاضل شيخ عمر حفظه الله، صفر زائد صفر صفر، زيرو بلس زيرو زيرو، بكاؤه ماذا؟ لكن الرجل على الطريق وعلى السنة ذكر الله فبكى لن تمسه النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا قبل الموت. وذكر الرحمن فاقشعر، هكذا، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر. وإذا ذكر الله وحده اضمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله وحده، كيف الآية؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون رب. هذا ما أريده، هذه الكلمة بمعنى إذا ذكر الله عز وجل وحده يشعر شيء في جسده، يشعر شيء في جسمه من الخوف بالله عز وجل. فإذا حصل هذا لرجل على الطريق وعلى السنة من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يابسة ضد ماذا؟ رطب. يابسة، عرفنا يابسة؟ ها؟ جفة ورقها. فالورقة إذا يبس أو الشجرة إذا يبست أوراقها، فإذا هبت الريح ماذا تفعل الأوراق؟ تتساقط وتطير. فهذا الرجل الذي على الطريق، استمعوا يا أخوان، انتبهوا لهذا القيد، أن يكون على الطريق، طريق الكتاب وطريق ماذا؟ سنة، طريق السلف الصالح. إذا كان على الطريق وعلى السنة وذكر الله وحصل له هذه وحصلت له هذه الخشية، مثله كمثل شجرة يابسة أوراقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح، عرفنا، فتحات أي سقطت أوراقها. فإن المعنى يا أخوان
فهمنا المعنى؟ لا نريد أن نمر بكلمة إلا وأنت على علم بها، بحيث تستطيع أن تدرس غيرك بعدما تقوم من هنا. أما تقوم من هنا أنت ذهب تسأل وتقول والله درست مع أستاذ لكن الله طال الزمن. فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها أوراقها سقطت إلا تحاطت عنه ذنوبه كما تحاطت عن هذه الشجرة. فضل الإسلام يا أخوان جلي ظاهر في هذا الكلام في هذا الأثر، صح ولا لا؟ فإن رجل الذي على السنة وعلى الطريق القرآن وعلى الطريق السنة فإنه متى وجد لذة الإيمان فإن ذنوبه تتساقط كما تتساقط ورق هذه الشجرة التي يبست أوراقها. واضح يا أخوان؟ قال فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من الجهاد في خلاف سبيل وسنة. ما معنى إن اقتصادا؟ أي قليل العمل. رجل يعمل بالسنة يعمل بكتاب وسنة لكنه قليل العمل، قليل لكنه يعمل بماذا؟ بكتاب وسنة. هذا خير من أن يعمل كثيرا في غير كتاب وسنة. كلام صح ولا لا؟ صح. رجل عنده ما شاء الله أعمال قليلة ليست بكثيرة الحمد لله، لكنه يضبط هذه الأعمال على السنة على الكتاب والسنة. هذا عمل قليل الذي ضابطه الكتاب والسنة أفضل من العمل الكثير في غير الكتاب والسنة. واضح يا إخوان؟ جاء أثر عن عمر أنه نظر إلى نصراني في كنيسته وهو يجتهد في العمل، فنظر إليه عمر وبكى. نظر إلى هذا الرجل الذي في كنيسته يعمل بالجد ويجتهد ما يستريح، نظر إليه أمير المؤمنين فبكى. قيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. انظر الرجل يتعب ويعمل ويكد ليلا ونهارا ثم في نهاية المطاف في النار، لأنه ليس على ماذا؟ ليس على الطريق وليس على السنة، ليس على السبيل وليس على ماذا؟ مثاله في هذا العصر ترى واحد منذ بعد صلاة العصر يذكر الله ولا يتكلم مع أحد، لا يتكلم مع أحد، فيه تعب ولا ما في تعب؟ ثم بعد ذلك في النهاية ما في أجر. لماذا؟ لأنه ليس على السبيل وليس على السنة. قيدوا هذا يا أخوان، مهم جدا، مهم، المهم مهم مهم جدا. ورأينا بعض الطلبة يتساهلون في هذا جدا، حتى أتأثروا في المعهد الآن يتساهلون عن السنة ويتساهلون عن الكتاب. تكلمهم في السنة يقول لا ألقوا السيادة باكي ألقوا كل يندلس أي كل يندلس، هذا دين. تأثروا موجودون هنا نراهم ليلا ونهار من البنات ومن الرجال أيضا. لا تتساهلوا في السنة يا أخوان، لا تتساهلوا في هذا الطريق يا أخوان، لأن قبول الأعمال تتوقف عنده، تتوقف عنده. إنسان يجهد ويتعب في النهاية صفر. مر معنا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتابين، صح ولا لا؟ هم عملوا أو ما عملوا؟ عملوا، لكن هل نفعت عملهم؟ لا، لأنهم ليسوا على
السبيل والسنة. انتبهوا لهذا، إنسان يتعب في أمور وفي النهاية لا يجد شيء، لماذا؟ لأنه جانب الطريق والسنة. هل فهمنا هذا الأثر الذي جاءنا عن أبي بن كعب؟ مفهوم؟ نمر؟ جيد، واصل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حقنا نوب الأكياس، نوب الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. سبحان الله، سبحان الله. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا، هذا التمني، يا ليت أن أجد نوم الأكياس. كيس، الكيس هو العاقل، الأكياس العقلاء، ها؟ الفطن، نعم الفطناء. من هم الذين على الكتاب والسنة؟ هؤلاء هم العقلاء وغيرهم جهال. هل أحد يخالف هذا؟ من خالف نخرجه. الذين على السنة هم عقلاء، والذين ليسوا على السنة هم غير عقلاء. واضح؟ فنوم العقلاء وإفطارهم وأكلهم خير من ماذا؟ من سهر الحمقى. هؤلاء الذين قاموا يحيون الليل ولا ينامون، فكل الليل قيام الليل، لكنهم حمقى ليسوا على الكتاب والسنة، فنوم الأكياس أفضل من قيامهم. صح ولا لا؟ انظر إلى المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. يقول للصحابة، يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. يعني هذا أن صلاتهم كثيرة أو قليلة؟ كثيرة. لكن انظر في نهاية الحديث قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول: إذا لقيت بهم فاقتلهم قتل عادي مع كثرة صلاتهم وصيامهم. لو أن أحد الصحابة رأى أحدهم يصلي سيقول: أنا لا أصلي أصلا، ما صليت أصلا. لماذا؟ لكثرة الصلاة هؤلاء. لكن هل نفعت؟ ما نفعت. لماذا يا أخوان؟ لأنهم ليسوا على السبيل والسنة. وذلك أبو الدرداء هذا من فقهه قال: يا حبذا، أتمنى نوم من؟ الأكياس العقلاء، وإفطارهم بدون صوم. تمنى هذا غير أن يعجبكم ماذا؟ سهر الحمقاء. هؤلاء الحمقاء الذين تركوا الكتاب والسنة هم الحمقاء، فسهرهم وإحيائهم لليالي من النوافل ومن القراء ومن الذكر ما ينفع، لأنهم تركوا الكتاب والسنة. ولذلك قال: لم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال. واضح يا أخوان؟ هل أنتم تؤمنون بهذه الحقائق؟ لا بد أن نؤمن بهذا ونعتقد. والله ولذلك لا تغتر بعمل جماعة التبليغ. ما يكاد تجد واحد منهم إلا يقوم الليل كاملا، لكن هل هو على السبيل؟ هل هو على السنة؟ لا. هذا مشكلة وليس مشكلة. ليس أننا نعيبهم، لكن نريد أن ننصح الأمة
ننصح الأمة. كثير من الناس لو قلت لهم شيئا في جماعة التبليغ يقول لا لا، برا هؤلاء سبحان الله يصلون الليل. نعم يصلي الليل، خوارج يصلي الليل ولا ما يصلي الليل؟ يصلي الليل. خوارج يصلي الليل ولا ما يصلي؟ طيب لماذا تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم ليسوا على السنة، ليسوا على السنة، ليسوا على السنة. نحن في كتاب، نحن لسنا في الكتاب يا أخوان، لسنا في الكتاب. الذي لا يريد هذا الكلام لعله في قلبي شيء. كان هذا مشكلة. إذن لمثقال ذرة، مثقال ذرة عرفناها حبة صغيرة ما تكاد تراها بالعين، مع تقوى، مع تقوى الله عز وجل ويقين، أي علم على النور، عملت عمل وهو صغير ولكن فيه تقوى وفيه إخلاص وفيه العلم والكتاب والسنة، أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال. هل فهمنا يا أخوان؟ أريد أن تعرف هذه الحقيقة. هذه جماعات وهذه الفرق التي كلها التي تركت الكتاب والسنة عملها منثورة، لا ينفع. لماذا؟ لأنهم تركوا السبيل وتركوا ماذا؟ وذلك قال مع أمثال الجبال العبادة من المغترين. المغترين هم الذين تركوا الكتاب والسنة وغرتهم الأهواء وسلكوا مسلك شيوخهم فتركوا الكتاب والسنة. واضح يا أخوان؟ واضح، واضح؟ نعم. هل في شيء؟ ها؟ يعبجون كيف أقول؟ من أنهم يعجبون ها؟ بعمل هؤلاء. كلمة فقشعرة. أنا البدن أو الجسم يشعر لذة الإيمان من خشية الله عز وجل. أنهينا باب الأول قبل باب الثاني، هل في شيء؟ أنبه على أمر مهم. بعض الناس إذا تكلمت في الفرق وفي الجماعات التي خالفوا الكتاب يغضبون ولا يصبر. فنقول لهؤلاء الله عز وجل أول من تكلم في الناس. إذا بلا سورة البقرة تكلم في المؤمنين، أليس كذلك؟ وبين صفاتهم، أليس كذلك؟ ثم انتقل إلى الكفار وتكلم في الكفار في آيتين، ثم تكلم في المنافقين وأورد آيات كثيرة في المنافقين. إذن هذا كلام في الناس ولا ليس كلام في الناس؟ إذن عندنا دليل ولا ما عندنا دليل؟ وشيء ثاني، إنما نتكلم في هذه الفرق لكي تنتبه أنت، لا تغتر بكثرة سجودهم، لا تغتر بكثرة تلاوة القرآن. أحد السلف نسيت اسمه أرسل ابنه لحاجة، فذهب الابن ووجد جماعة يقرؤون القرآن، فيرمي أحدهم نفسه على الأرض حتى يغمى عليه ويصب عليه الماء، فيقوم ويواصل القراءة ثم يكبيك كتب. فأعجبهم هذا الأمر فجلس ينظر إليه. تأخر عن الأب، لما رجع إلى البيت قال له الأب ليش ما حبسك؟ قال وجدت ناس يقرؤون القرآن حتى يغمى عليه. قال يا بني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما فعل هذا، ورأيت أبا بكر قرأ القرآن وما فعل هذا. هذه النصيحة ولا ليس نصيحة؟ لا تغتر به. لكن بعض الناس هكذا طبيعتهم، إذا تكلمت في الجماعات
يشعر شيء في قلبه. فهؤلاء أدعوهم أن يشربوا الدواء، هم بحاجة إلى الدواء. فهمتم؟ نعم. نسأل الله جل أن يشفيه ويشفينا. نعم. واصل. باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. جاهد. إذن ننتقل إلى باب جديد، وجوب الدخول في الإسلام. سكن تسلم بلي باكلاوتي. وجوب الدخول في الإسلام حتى ما عاد يخلو والله أستاذ أفسد كل شيء. يسلم. ها؟ يسلم. ما أحد يعارضني، في أحد يعارضني؟ باب الدخول في الإسلام ما أحد يعارضني. إذن هذا الباب يدل على وجوب الدخول في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، لكم دينكم ولي دين. بعض الناس لا يفسرونها تفسيرا جيدا، يفسر يقول: خلاص لكم دينكم ولنا ديننا، خلاص نترك هؤلاء على دينهم ونحن نكون على ديننا. فنقول للناس: واجب على الناس وعلى الخلق جميعا أن يدخلوا في الإسلام. واجب واجب. واستدل بقول الله، وقبل هذا في بابنا الأول قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تركت هذه الكلمة لهذا الباب: ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل لا يرضى دينا غير الإسلام. وقلت لكم هناك طائفة يدعون إلى تقريب الأديان، تقريب نجعل الأديان دينا واحدا، وهذا مستحيل. الله عز وجل يقول: ومن يبتغي، ابتغاء الإرادة والطلب والرضا والقبول كله ابتغاء. فإن هذا من أراد وطلب ورضى وقبل دينا غير الإسلام فلن يقبل منه. لم يقل لا نقبل، قال فلن. فلن، وأنتم تعرفون لن قوي جدا، لكن الصحيح ليس أبديا، صح ولا لا؟ لن أبدية ولا زمخشرية؟ لن لا يفيد أبدية، لأن الله عز وجل قال لموسى: لن تراني. هل يمكن أن نقول حتى القيامة ما يرى؟ لا. إذن لن ليس لن أبدية. إذن هنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. لكن هنا أبدية، الله عز وجل لا يقبل منه، لا يقبل. والشاهد والذي دل على أنه أبدية قال: وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن من أراد وطلب ورضي وقبل دينا غير الإسلام الله عز وجل لن يقبل منه، لا يؤجر، لا يصاب. فإن هذا الكلام واضح ولا غير واضح؟ واضح. إن الدين عند الله الإسلام. إذن من ابتغى اليهودية أو ابتغى النصرانية أو بوذية أو هندوسية أو قل ما شئت، بعدما بلغه هذه
أو بعدما بلغته هذه الدعوة وهي دعوة الإسلام الله عز وجل لن يقبل منه. النبي عليه الصلاة والسلام زار شابا مريضا وهو على فراش الموت فدعاه إلى الإسلام فقال له قل يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر هذا الغلام إلى أبيه هذه النظرة يشاوره فقال له أبوه أطع أبا القاسم أطعه فيما يقول. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله ففاضت روحه ومات. النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويضحك ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي جعلني سببا في نجاته من النار. مفهوم المخالفة، لو أنه مات على اليهودية أين مصيره؟ إلى النار خالدا مخلدا فيها. إذن قولوا للناس أن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للخلق هو ماذا؟ دين الإسلام. فمن شك في هذا وإن صلى وصام فهو مع أبي جهل. نعم، شك من شك في هذا. الله عز وجل يقول للنبي فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الله عز وجل يقول للنبي فاستمسك بالذي أوحي إنك على صراط مستقيم. قل إني على بينة من ربي. انظر، هذا الدين لا يقبل ماذا؟ الشكوك. تشك أنت في النار إذا مت على طول. نعم، ذلك فنكو أتكوين ولفنين فتت عليها ngoni mudada la ningo bebe ko la wato jawaban kai hala shakka walla ma shakka kharaja walla ma kharaja nahnu alladhi akhrajnahu la huwa alladhi akhraja nafsahu la ya'di qawla la yukhrijuna an-nas hal akhrajna ahadan la nukhrij illa man akhrajahu Allah wa rasul wa min nawaqid al-islam ash-shakk fi hadha ad-din. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما ما شاء الله فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. سبل، تعرف السبل؟ الشهوات والشبهات والبدع، هذه هي السبل. فأنت هذه هي السبل، مثال البدع والشبهات وماذا؟ والشهوات. التجاري يدخل والمريد يدخل والشيعي يدخل وإن كره من كره. صحيح ولا لا؟ صحيح يا أخوان، ليس أننا نمزح، ما نمزح، هؤلاء كله فرق شبل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود خط خطا مستقيما. تعرفون هذا الحديث؟ خلاص نتجاوزه. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا أخذتم هذه الطرق التي هي جانب الطريق المستقيم أنتم ستتركون هذا الصريط الموصل إلى الجنة. ذلك يقول الإمام جنيد كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام صحيح. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس فكل الطرق التي كانت تؤدي إلى الجنة سدة. يا بلغلي no way إلا من أطاع عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا للناس هذا، فهمتم ماذا؟ بلغوا. هل ستبلغون هذا؟ بلغوا كونوا من الدعاة إلى هذا الصراط. إذن هذه الآيات الثلاثة
فيهن فضل ماذا؟ الإسلام. فيه ماذا؟ فضل الإسلام. كم باقي من الوقت؟ طيب باقي شوية. طيب اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يا أخوان ينبغي أن نرحم الناس. نعم والله نرحمهم. كيف يعملون وعملهم صفر؟ هذا صعب. ينبغي أن نرحمهم. ولذلك يقولون أهل السنة أرحم الخلق بالخلق. أهل السنة يرحمون الناس. ليس أن كلامي في جماعة التبلغ أو كلامي في تيجاني هذا أنني أسبهم أو أعيبهم، لا، بل أنا أرفق عليهم لأنهم ليسوا على السبيل وليسوا على السنة، فعملهم مقبول عند الله، عملهم غير مقبول. انظر هذا بالنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث، ما معنى من أحدث؟ أي أتى بشيء جديد لم يكن موجودا. كل من جاء بشيء جديد في دين الله لم يكن موجودا هل تقبل؟ مردود، مردود. طيب كيف ننظر إلى الناس يعملون عملا مردودا ونحن نسكت ونحن نقول لا؟ والله لو فعلنا كما فعلت اليهود، ما ان يور بزنس، كانوا لا يتناهون فعلوا. وذلك كلام في هؤلاء بالنية صادقة هذا جهاد. فإن هذا الكلام يا أخوان، كيف ننظر إلى أخيك؟ تنظر إلى أخيك يعمل وهو عرف وأنت تعرف أن عمله هذا لا يثمر، لا يثمر. مثلا أنت رجل استجارة كما قال له تعمل عندي، فعملت إلى نهاية النهار لم يعطيك الأجر، كل يقول لا اذهب بعد قليل تأتيني، اذهب بعد أسبوع تأتيني، أسبوع سنة، أنت تتردد على بابه بدون مكافأة بدون شيء. طيب ورأيتني أنا أخذني عمل، ألا تنصحني؟ أليس من النصيحة أن تنصحني؟ رأيتني أذهب، إيه فلان، إيه ما شاء الله من زمان كيف العالم أمور طيب، فين تمشي؟ أذهب والله إلى هذا الرجل الغني أعمل عنده، عندي كونتراكت، هل تتركني أمشي؟ لو تركتني وذهبت ما نصحتني. هذا المثال، هل تفهمون هذا المثال؟ هذا المثال الذين ينكرون الكلام في من؟ في الفرق. والكلام في الفرق لا بد منه، لا بد منه، لا بد، لا بد. هذا موجود في السنة وموجود في الكتاب، لا أحد ينكر هذا. فإن هذا لا ننكر شيئا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنكر شيئا ثبت في القرآن. هذا واضح يا أخوان؟ لك أن تناقشني بعد الدرس. من أحدث في أمرنا، ما معنى من أحدث؟ أنشأ وجاء بشيء جديد، اخترع، أوجد شيئا لم يكن موجودا في الشرع. فأنت سني؟ نعم. أحدث بمعنى أنشأ واخترع، اخترع، جاء بشيء جديد، جاء بشيء ماذا؟ جديد. هذا هو المبتدع. من هو المبتدع؟ كثير من الناس، كثير من الطلبة يطلقون هذا الاسم على أناس ليسوا أهلا لها، يقول فلان مبتدع. لا، المبتدع هو الذي جاء بشيء جديد ودعا الناس إليه وهو ينشر هذا، هذا مبتدع بلا شك. أما من أخطأ في شيء نقول مبتدع، فإذا كلنا مبتدع، لأن ما في أحد سلم من الخطأ. فإن هذا الكلام جيد. كثير من الشباب، انتبهوا لهذا، يوجد شباب من بني جلدتنا يبدعوننا ويفسقوننا، لو سألته بأي شيء ما يأتي بشيء. هذا غلو، هذا ماذا؟ قولوا انتبهوا لهؤلاء، انتبهوا لهم.
فالمبتدع هو الذي اخترع وأنشأ وجاء بشيء جديد في دين الله وبدع يدعو الناس إليه وصار له أتباع يتبعونه وينشرون بدعته، هذا مبتدع. أما من أخطأ فقد مثلا أخطأ، انظر جبال من العلماء أخطأوا في مسائل حتى. طيب لماذا ما قالوا فيهم مبتدع؟ لأن هذا خطأ. إذا من أحدث في أمرنا إشارة إلى ديننا، وهذا رد إلى من يقول لشيبو أنت تجلس في الراديو ثم تتكلم على هذه السنة، هذا رد عليه. هل فهمتم؟ يقول أنت تحمل الموبايل وتتكلم، طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم حمل جوال وتكلم في الجوال؟ نقول لك مجنون، ما تعقل. إذن في أمرنا إشارة إلى شريعتنا. انظر إلى الآية يوافق الحديث أو توافق الحديث، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. من أحدث في أمرنا هذا إشارة إلى ديننا، لم يقل اليوم أكملت لكم دنياكم، لم يقل هذا. لقال هذه، لكن لم يقل ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم. إذن البدع الممنوع في الدين ما كان في الدين، أما هذا من البدع المستحسنة لأنه لا يتعلق بالدين. وهذه هذا وكاميرا هذا ما يتعلق بالدين، ينظر إليه يعرف هذا. نستخدمها في أمور ماذا؟ دنيانا. قال الله عز وجل في سورة النحل ويخلق ما لا تعلمون، هذه الأجهزة من هذه. فهمنا يا أخوان؟ لا بد أن نتفطن ونستطيع أن نرد على شبه هؤلاء. شبه هؤلاء يقول لأحدنا أنت تقول بدع بدع، أنت لما كنت تذهب إلى السعودية هل ركبت جمل؟ لماذا لم تركب الجمل؟ ركبت الطائرة، وهل طائرة كانت موجودة؟ انظر إلى هذه الغباء. هذا مسكين ولا مسكين؟ مسكين يتيم أيضا، مسكين ويتيم. إذن لابد أن نعرف هذه شبه حتى نرد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما من رد؟ كان ما من رد مردود عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك كل من يعمل لأجل الله عز وجل فليأتي بالشرط الثاني وهو المتابعة. المتابعة توافق السنة، وإلا لن تقبل، لن تقبل. واضح يا أخوان؟ طيب نقرأ هذا الحديث ونكتفي به بسرعة. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يا أبا؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. جميل. إذن كل الناس فتحوا الجنة وكل الناس واقفون، قالوا ادخلوا 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 الجنة، فدخل بعض ورفض بعض. عجيب، كيف ليش يرفضون؟ ذلك قالوا ومن يأبى؟ من يرفض يدخل؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من كان على السنة وعلى السبيل هو الذي دخل الجنة، ومن خالف الكتاب وخالف السنة هذا الذي فتح له أبواب الجنان فرفض أن يدخلها. واضح يا أخوان؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. واصل؟ في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق.
ليهري قدمه رواه البخاري. ايوه نكتفي بهذا لان الكلام في هذا طويل، ان شاء الله الى غد باذن الله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يبارك فيما اخذناه. طيب هل من سؤال؟ هل من سؤال؟ الحمقى. حمقى تولي حمقى، قل هذا أحمق، ها؟ ويعني به من ترك الكتاب والسنة وذهبوا إلى الكلام والفلسفة و و و و, و إلى غيره. نعم. الذين يقارنون بين دمه على المتمركبين والجاهل. الذي يقارن دمه محاضرة هذا مسكين بليد لا نجيب عليه، لا ينفع. على أي أساس؟ على أساس أن الأمر واضح جلي لكنه يرفض. يرفض بعض الناس يرفض، ما يطلب الحق، يريد أن يجادل. لا تجادل هذا الرجل، جادل من ترى أنه عنده شبهة وعنده ماذا، شيء غير واضح عنده لكنه يريد الحق، هذا يمكن أن تتكلم معه. أما الرجل بان لك أنه لا يريد الحق، يريد المجادلة فقط لكن أمر واضح عنده، أنت تضيع وقتك عنده، لا تضيع. وبهذا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.